طبق طماطم بالبيض، نشوف هنعمله والتكنيك بتاعه يبقى ازاي. طيب بحط عندي طاسه عندي على النار، وبقول بقول لك واخد ده دي الاساس النهارده، هاخد منها معلقه كده حلوه ونبدا اللي احنا نسيحها. زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده بنبدا نجيب عندنا الايه الطماطم ونقطعها عندنا شرايح بالشكل ده. سهلة وبسيطة جدا. هذه الطماطم بعد كده ما قطعناها شرايح كده فصلنا اتنين تومه، هقوم واخد ايه السمنه كده مدحرجه كده. وبعد كده بنبدا نجيب ايه الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا كده في الطاسه حاجات بسيطة جدا وسهلة ان شاء الله تعمليها وما تاخدش منك وقت كده على الفطار، وعلى الغدا برضو شغالة وزي الفل يعني. تمام، ادي حطينا ايه الطماطم بتاعتنا لحد ايه ما تبدا اللي هي تدبل معاها شويه. بعد كده بنبدا نعمل ايه، بجيب عندي بس فصين اتنين توم مفرومين ونبدا نحطهم، بس ممكن احط شويه ملح صغيرين هنا، شويه فلفل، شويه بابريكا صغيرين. بعد كده بقوم جايب عندي بوله زي ديت او معيار ونبدا نحط ايه البيض، ادي واحد اتنين تلاتة كفاية. ماشي، وبعد كده بقوم واخد ايه عندي شوية ملح صغيرين هنا وشوية فلفل جيمي ونيه ونديها ايه التقليبة التمام. طيب هنا بقى ايه الأخبار، نقلب عندنا الطماطم بعد كده بنبدأ ان احنا ايه هي بيني وبينكم هتبقى اخف من غير توم بصراحة، فاقوم سايبها كده اهو ونقوم حاطين عندنا البيض عليها كده من فوق، اهدي النار عشان نطلع شوية فطار كده محترمين. بعد ما هدينا النار كده اهوت وهي شغاله، بقوم مديها كده من فوق جبنه وخليها تسيح جواها كده وهي شغاله عشان البخار اللي يطلع تسوي معايا الدنيا ديت. وبعد كده بقوم حاطط شويه زعتر ناشفين كده من فوق عليها، واحلى فطار في الدنيا. خلصت خلاص اهي، اعملها كده للاولاد كده زي ما هي كده، البيض مع الطماطم مع الجبنه. وبعد كده نقوم محضرين عندنا الاطباق اللي احنا نبدا نشتغل فيها. كل النهارده الحلقه تبقى عباره عن كده، الطبق ما ياخدش دقيقتين اتنين ونطلع على طول وناكل بالهنا والشفا. ناقص ايه بقى؟ ناقص ان انا اغطيها بس ايه دقيقه بس كده. هجيب الغطا ده اهوت الجميل، ثانيه واحده. ده الكلام المظبوط، بحيث البخار اللي طالع يدف الكلام الجميل ونبدا ان احنا ايه نحطه على الطبق ونقدمه بالهنا والشفا. شويه عيش بلدي جنبهم وناكلهم اهوت ونقدمينه بالهنا والشفا.